باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة بنعمة ربنا نبدأ في الإصحاح الثاني من رسالة بطرس الأولى. يبدأ الإصحاح بكلمة فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل أذم. لما يبدأ نص بحرف الف معناها بيربط باللي قبله. فالقبله الإصحاح احنا خدنا فيه 11 محاضرة نتكلم فيهم عن الخلاص اللي ربنا ادهولنا بدمه الثمين كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. بيقول بناء على الخلاص الثمين دوت فاطرحوا كل خبث. يعني تقديرنا لعمل المسيح معانا من جهة الخلاص يخلينا نسلك سلوكا يليق بهذا الخلاص. عشان كده تلاحظوا مثلا كل يوم في صلاة باكر الكنيسة بتقرأ علينا فصل البولس من أفسس 4 في الإجباي. برضو أفسس 4 أول الإصحاح يقول فأطلب إليكم. ليه؟ دي عادة بطرس وبولس ان في الاول يقولوا قاعدة لاهوتية ويبنوا عليها السلوك. فبناء على ما قلته من جهة علاقتنا بالمسيح فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. الدعوة التي دعينا بها هي أن نكون أبناء الله، أن نكون ورثة ملكوت السموات، أن نكون أعضاء جسد المسيح، أن نكون هيكل للروح القدس، أن نكون كلنا مع بعض بنكون كنيسة. فدي دعوة عليا، دعوة عظيمة. السلوك اللي يحق بهذه الدعوة هو التواضع والوداعة طول أناة محتملين بعضكم بعضا في المحبة. في فرق بين فضائل يمارسها الناس بسبب الأخلاق، يعني واحد متربي في بيت عدل كويس، وبين فضائل نتيجة علاقتنا بالله. الفضائل الأخلاقية ممكن تتغير وممكن الواحد يبقى نفسه قصير يقول لك استحملت كتير مش قادر، لكن الفضائل التي هي علاقة مع الله مفروض أن تكون ثابتة ونامية، يبقى منشأها إلهي مش إنساني. عشان كده برضو في أفسس 4 يقول اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه لأننا بعضنا أعضاء البعض. خلي بالك ليه ما نكذبش، ومفروض الإنسان الراقي ما يكذبش. فضيلة الصدق دي فضيلة راقية جدا، بس هو مش حكاية رقي، حكاية إن احنا أعضاء بعضنا للبعض. فإزاي أكذب على إيدي؟ إزاي أكذب على عناية؟ فبيقول احنا أعضاء في جسد واحد. اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق. هنا أباؤنا الرسل بطرس وبولس في رسائلهم بيؤكدوا أن الفضيلة عند المسيحيين أصلها علاقتنا بالله وعلاقتنا ببعض فالله. عشان كده يكمل في أفسس يقول يرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. يعني عايز يقول الصفات دي طليق بالوثنيين ما عرفوش ربنا. أرجو لما يكون في الواحد فيه عيب من العيوب دي يقول ما يصحش أكون كده وأنا إنسان مسيح. كل مرارة، طبعا أحيانا تبقى العلاقات بين الناس فيها مرارة، يقول لك مش قادر أنسى اللي عمله فيه. والسخط إن الواحد يبقى غضبان.
غضب شديد والصياح عمال يزعق. وبرضه في كلوس يقول أما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل. نطرح إيه؟ قال الغضب والسخط والخبث والتجديف والكلام القبيح من أفواهكم. وفي رسالة يعقوب يتفق معهم في نفس المبدأ، لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. نطرح الخطية، نطرح كلمة رحقه دي يعني ارميها بعيد. على فكرة غطاء الرأس ده اللي هي اسمها الطرحة، لأنك بتطرحي العالم وراء ظهرك، عشان كده الرهبان بيلبسوا القلصوة زي الطرحة يطرحوا العالم وراء ظهرهم. بيقول معلمنا بولس في عبرانيين لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا. مين سحابة الشهود؟ قديسين حوالينا بيبصوا علينا من السماء يشجعونا. لنطرح كل ثقل، أي حاجة متقلاني مخلياني مش عارف أطير مع ربنا نرميها. نطرح الخطية المحيطة بنا بسهولة، والنحاضر نحاضر معناها نجاهد بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. ويقول بعض معلمنا يعقوب لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لألا تدانوا. هو ذا ديان واقف قدام الباب. لا يئن بعضكم على بعض يعني ما تشيلش حاجة على حد وتقعد تزن عليه وتقول له أنا زعلان منك أنا غضبان مش ممكن أسامحك. ويقول برضو معلمنا بطرس لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لرد الله. يبقى احنا كمسيحيين نطرح عنا كل هذه السلبيات عشان ننطلق في علاقتنا مع الله بدون معوقات. افرض غلط، الدنيا ما خربتش. الكتاب يقول لا تشمتي بي عدوتي ايه سقطت أكو. يعني لو في واحد داخل سبق وبيجروا بعدين الكعب اللي وقع ينام ولا يقوم ويواصل؟ يقوم ويجري ويجهد أكتر عشان الحتة اللي تعطلها يقدر يعوضها. فإحنا مطالبين بالجهاد دائما دون أي نوع من العطل عشان كده نطرح عنا كل ما هو يعطلنا عن انطلاقنا مع الله. في العدد الثاني يقول وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. طبعا حكاية أطفال دي كتيرة، ربنا طلب ان احنا نبقى مثل الأطفال. الحق أقول لكم إلا ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. ومرة تاني قال من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. بس ايه قصد ربنا ان احنا نبقى اطفال؟ ها؟ البساطة. والايه كمان؟ والنقاوة. البساطة في الشر والنقاوة والإيمان. الطفل يبقى عنده ثقة جدا في بابا وماما ما يشكش لحظة. والتعلم، يعني الطفل لما بنعلمه حاجة يلقطها بسرعة وما يقاوحش، مش يقعد يناقش ويقاوح يقول أنا مش مقتنع أو أنا مش فاهم. إيه ده؟ تقول له كذا خلاص. فربنا عايزنا نتعامل معاه كأطفال، نتعلم منه ببساطة ونسلك مع بعضينا ببساطة ونبقى قلوبنا بسيطة من جوه. عشان كده معلمنا بولس في كورنثوس الأولى فسر حكاية ازاي نكون أولاد. قال أيها الإخوة لا تكونوا أولادا في أذهانكم بل كونوا أولادا في الشر، وأما في الأذهان فكونوا كاملين.
يعني الواحد يبقى طفل من جهة الشر، ما يفهمش في الحاجة الغلط، لكن من جهة الذهن يفهم كل حاجة. في الأذهان كونوا كاملين. طب هو قال كأطفال مولودين الآن، يعني لسه بيبيز بيرضع، عشان كده قال اشتهوا اللبن. احنا اتولدنا الآن ازاي؟ معمودية والتوبة طبعا، يعني المعمودية هي الميلاد الجديد والتوبة هي التجديد المستمر. عشان كده يقول معلمنا بولس في رومية 6: فدفننا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. يعني إيه جدة الحياة؟ حياة جديدة بتاع الطفل لسه مولود، تدي حياة جديدة. عشان كده حكاية التوبة دي معناها بجدد باستمرار فيصير الإنسان جديدا. ودي اللي لسه واخدينها الأسبوع الفات: مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى. ايه هو الزرع اللي يفنى؟ من الاسبوع الفات اللي هو من جسد، من شهوة جسد، من رغبة رجل، من دم. طب واللي مما لا يفنى؟ من الله، اللي هي المعمودية بكلمة الله الحية الباقية للآب. نرجع تاني: كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. كلمة اشتهوا، الناس واخدين فكرة وحشة عن الشهوة. ليست كل كلمة شهوة هي شيء شرير. يعني مثلا المسيح قال شهوة اشتهيت أن آكل معكم هذا الفصح. مهما بولس الرسول قال لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. في شهوة مقدسة، في واحد يشتهي أن بيته يخلص. عشان كده يجب أن نبدل الشهوات الرديئة بشهوات جيدة. هنا قال اشتهوا اللبن العقلي. كلمة العقلي لما تسمعوها في أي صلاة من صلوات الكنيسة معناها عكس المادي، العقلي عكس المادي. يعني لما نقول العذراء أنت هي الشجرة العقلية، معناها مش شجرة مزروعة في الأرض، لكن بالمعنى الرمزي العقلاني. لما نقول إن جسد المسيح هو المن العقلي، مش معناها المن بتاع بني إسرائيل اللي كانوا بيأكلوه من الأرض. فكلمة العقل يقصد بها عكس المادي، اشتهوا اللبن العقلي. إن داود معلمنا بولس مش يقصد اللبن اللي بيتباع بتاع جاموسة ولا بتاع بقرة، ده هنا اللبن العقلي هيقول هو التعليم المقدس. اللي قال عنه معلمنا بولس لأهل كورنثوس: سقيتكم لبنا لا طعاما. عايز يقول الطعام هو التعليم الكامل لناس كبار وفاهمين، واللبن هو البداية عشان المعدة مش هتستحمل الأكل الكبير. قال لهم سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الآن أيضا لا تستطيعون، مش هتقدروا تستحملوا الكلام الكبير. وقال لهم لأنكم إذ كان ينبغي أن تكون معلمين لسبب طول الزمان. مفروض إن قعد معنا في الكنيسة سنين بيحضر قداسات وبيحضر وعظات وبيحضر شرح ودرس كتاب، مفروض مع كثرة السماع يبقى يعلم وينشر الكلمة، مش هنقعد بنلف في دايرة مغلقة. نفس الناس اللي بيسمعوا هم كل مرة ومش بنخرج بره الدايرة دي. مفروض اللي بيتعلم يخرج ايه؟ يعلم.
فقال لهم إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال الله، وصرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي. فهنا اللبن بيشير به معلمنا بولس الرسول إلى التعليم البسيط البدائي، لسه بنعلم الناس ألف به، لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل. طبعا مفروض أن احنا ناخد اللبن وناخد كمان الغذاء المشبع في كلمة الله. اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. عشان كده في سفر النشيد لما كان بيتكلم عن الثديين، وطبعا الكلمة دي بتخلي أعداء الإيمان يهيصوا ويقولوا ده سفر بيقول كلام وحش، هو يقصد به كلمة الله، عهد قديم وعهد جديد، بنرضع كلمة ربنا. واللبن هنا عقلي مش لبن مادي. عديم الغش معناها تعليم نقي. عشان كده من أخطر الأمور أن يكون هناك في الكنيسة من يعلم تعليما فيه غش. وبعدين قال لكي تنمو به، لما بنتعلم التعليم ده بننمو بنكبر زي الطفل اللي بيتغذى من لبن مامته فيبتدي يكبر، ولما يكون اللبن بتاعها ضعيف، يعني لما يكون الأم صحتها ضعيفة تركيبة اللبن اللي خارجة منها بتبقى ضعيف، هيجيب منين؟ كأنه بيشرب ماء، فتلاقي الطفل هزيل، فنقول لها اهتم بتغذيتك عشان خاطر الطفل. فده حال الأب والأم في البيت اللي بيعلموا أولاده، والخادم اللي بيعلم المخدوم والخادمة والكاهن والأسقف. لازم إحنا نتغذى بكلمة الله علشان لما ندي الآخرين تبقى الكلمة مشبعة وينمو به. عشان كده يجي في العدد الثالث يقول إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح. هو احنا ذقنا الرب صالح؟ طبعا احنا لما رضعنا لبن الكنيسة منذ طفولتنا من بعد المعمودية ومدارس احد والتعليم طول الزمن، كنيستنا ما اثرتش معانا، فاحنا من خلال الكنيسة ذقنا ان الرب صالح. ودي بتنبهنا الحاجة، واحنا بنعلم في الكنيسة لازم يكون حضور المسيح واضح. يعني احنا عندنا عقائد وطقوس وتاريخ كنيسة وأقوال أباء وكتاب مقدس، وعندنا مجالات كتيرة للمعرفة، كلها بتصب في ايه؟ معرفة ربنا والاتحاد به والتعرف عليه ومذاقته، ان احنا ندوقه. ليه؟ لان في ناس يفكروا ان احنا في الكنيسة عشان عندنا مجالات كتير للمعرفة بنتوه عن المسيح، وحاجة تطعن كده في قلب الواحد لما يجي واحد يقول لك ايه انا قعدت في الكنيسة سنين طويلة وما عرفتش الرب يسوع غير لما خرجت بره الكنيسة ورحت حتة تانية. ليه؟ ما هو المسيح معانا وفينا، يعني ليه الادعاءات الباطلة دي؟ عشان كده فيما نتعلم اللبن العقلي والطعام البالغ القوي الذي للبالغين لازم ندوق ربنا، واحنا دي مسؤولية كل واحد فينا مع نفسه ومع الناس اللي بيساعدهم في المعرفة ان يتذوقوا الرب. كلمة صالح يعني خير طيب، حتى تلاقوها في الهوس الثاني، اشكر الرب فانه صالح وخير او صالح وطيب. صالح معناها خير، فاحنا بندوق خير ربنا، بندوق صلاحه،
نتذوقه. عشان كده يقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. والكتاب لما يستخدم كلمة مذاقة ذقتم أو ذوقوا بيعبر بيها عن حقيقة مظبوطة جدا. ليه؟ لأن المذاقة لا يمكن أن توصف. يعني ممكن كتاب يتكلم عن الأغذية فيحط القيمة الغذائية لكل نوع من الأكل، يقول لك مثلا الملوخية فيها عناصر إيه وفيتامينات إيه وفايدة إيه وقد إيه كالوريز وبتاع، لكن هل يحط من ضمن الوصف طعمها؟ يكتبه إزاي؟ يقول لك الحلاوة الطحينية فيها قد كده كده كالسيوم ومش عارف بروتين وسكريات وبتاع، يقدر يوصف طعمها؟ دي مذاقة. فإحنا المذاقة دي ما تتوصفش لكن تختبر. عشان كده قال لهم ذوق وانظر، اللي عايز يجي يدوق. وقال عن الأبرار الناس كويسين في عبرانيين ذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي. هنا بيقول لو هم ذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وارتدوا عن الإيمان يبقى ليهم وضع صعب جدا. لكن المهم في الأول في الآخر إن ربنا مذاقة. بندوق إزاي؟ من خلال الخبرة الروحية. هو معانا ما بيسبناش. الواحد لو بص كده على حياته اللي مرت يلاقي فعلا ربنا ما سابوش. إحنا كتير سبناه، كتير زعلناه، كتير عملنا عمايل مش حلوة، لكن هو دايما صالح وطيب. هو ممكن يبان عليه انه زعلان مننا ومدينا القفا للوجه، لكن مجرد الواحد يلتفت اليه يقول له اللهم ارحمني انا الخاطي ينسى كل حاجه. والواحد لو دمع قدام ربنا يقول حولي عنك عيناك لانهما ايه غلبتان يغلب من تحننه. فعلا ذوق وانظروا ما أطيب الرب إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح. الذي إذ تأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله وكريم. من الحجر ده؟ مسيح. لو حجر إيه؟ حجر الزاوية اللي تنبأ عنه المزمور وقال الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. وده جه في المزمور والسيد المسيح نبه اللي حواليه عن المزمور ده. قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في عيوننا. بيقول لهم أنتوا كمان شوية هتنفذوا هذه النبوة لأنهم رفضوا المسيح. حجر الزاوية يعني إيه؟ رأس الزاوية يعني إيه؟ بيتبني على الكل، بيجمع الكل. يعني من غيره البنيان ما يبقاش مترابط. والمسيح هو حجر الزاوية في حياتنا، في الكنيسة، في التعليم، في الحياة نفسها، في حياة الخاصة، حياتنا العامة. هو حجر الزاوية. والإنسان الذي يرفض المسيح مش شرط اللي هو بيرفضوا الإيمان وبيبعدوا عن ربنا، لكن حتى اللي خلى المسيح مش في سنتر حياته. أحيانا كتير بيبقى المسيح كده على الجانب مش رأس الزاوية. يعني أنا ممكن أجي كنيسة لكن المسيح مش جوه قلبي عميق في داخلي يحرك حياتي. أنا ليا حياتي الخاصة، في شغل، في قرايب، في ناس، في مشاكل، وبعدين على الهامش باجي الكنيسة سواء باجي كتير أو باجي قليل لألا الواحد يخدع نفسه. لكن في إنسان حياته هي المسيح، ليا الحياة هي المسيح، أحيا لأنا بل المسيح يحيا فيا، هو حياتنا وقيامتنا، به نحيا ونتحرك ونوجد بالفعل، مش مجرد نص احنا حافظينه، ولكن هو حياتنا، هو رأس الزاوية في كل شيء.
فالمسيح استخدم النص اللي جه في المزمور عشان يقول لهم انتوا على وشك تحكموا على نفسكم لانكم هترفضوا الحجر اللي هو رأس الزاوية. عشان كده معلمنا بطرس قال لهم هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون، الذي صار رأس الزاوية، رأس الكنيسة. فإحنا بنأتي إلى المسيح الذي استأتون إليه حجرا حيا. ليه الحيا؟ عاملة زي كلمة اللبن العقلي. لو قال اللبن من غير العقلي ممكن أي حد يفهمها إن هيرضعونا لبن في الكنيسة، هيشترونا لبن يوزعوا علينا. فقال لا، ده لبن عقلي. ولما قال حجر ممكن يتفهم الأحجار اللي بنبني بها المباني، فقال لهم لا، ده هو حجر حي مرفوض من الناس، معناها مش أي حد هيقبل المسيح. لأن زي ما قال معلمنا يوحنا في الإنجيل إصحاح 3، هذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، ليه؟ أعمالهم كانت شريرة. ليه الناس ترفض المسيح؟ يعني علامة استفهام، إيه الحاجة الغلط اللي عملها المسيح؟ إيه التعليم الوحش اللي صدر من المسيح؟ إيه الضرر اللي أصاب البشرية نتيجة تعليم المسيح؟ ليه الناس رفضه؟ لأن تعليمه نور، وفي ناس مش غبية النور، عايزة الظلام عشان يعيش في الخطية، حدش يبكته. عشان كده هو مرفوض من الناس لكن مختار من الله. هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. في بعض النصوص يجي هذا هو ابن المختار، الحبيب، مختار من الله وكريم. طبعا الابن مساوي للآب في الجوهر، ده من جهة ايه؟ لاهوته. لما صار إنسان بقى الآب بيختاره عشان يكون بكر البشرية ورئيس ورأس للكنيسة اللي هي جسد المسيح اللي هو البشرية الجديدة. بدل ما كان آدم رأس البشرية بقى لنا رأس جديد هو المسيح، مختار من الله وكريم. طيب إذا كان هو حجر الزاوية أو رأس الزاوية، إحنا إيه بالنسبة له؟ قال كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية. هو الأساس وإحنا بنتبني عليه. هنتبني بيتا روحيا اللي هو الكنيسة. البيت ده قال كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. برضو كالعادة معلمنا بطرس في نصه كده يبقى كل كلمة عايزة نقف عندها. كونوا أنتم أيضا مبنيين. مبنيين معناها لازقين في بعض في المسيح. عمركم شفتوا مبنى زي الكنيسة اللي احنا فيها يبقى فيها حتة فاضية وحتة مليانة؟ ده لازم كله متكامل مع بعض. فكونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية. الحجارة علامة القوة والثبات، بس حجارة حية. مع بعضينا هنبني بيتا روحيا. عارفين أبونا في كل يوم لما بيجي له حد يتعمد سواء طفل أو كبير، ده بقى بيبني، بياخد الشخص ده يحطه في المية فيتبني جوه المبنى بتاع الكنيسة. هذا البيت الروحي كهنوت، كهنوت مقدس عشان نقدم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. هركز الأول في البناء وبعدين نشوف حكاية الكهنوت وحكاية الذبائح ويعني ايه مقبول. في أفسس 2 يقول معلمنا بولس الرسول عن المسيح الذي فيه، أي في المسيح، كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب. ما
مركبا معا معناها ايه؟ متركبين على بعض. يعني انا ما اقدرش استغنى عنك وانت ما تستغناش عني، احنا متركبين على بعض في المسيح، عامل زي جسم الانسان، لان احنا عندنا التشبيهين دول، كنيسه جسد، كنيسه مبنى، احنا اعضاء في الجسد واحنا حجاره حيه في هذا البناء. ففي الجسد الاعضاء كثيره ومتنوعه، شكلها ووظيفتها غير بعضيها، لكن ما نستغناش عن حاجه فيهم، وكله بيكمل بعض وكله يشتغل مع بعض. يعني لما يجوا الطلبه بيدرسوا البيولوجي او العلوم، يدرس الجهاز الهضمي لوحده كانه في جزيره، والجهاز الدوري لوحده كانه في حته تاني، لكن جوه جسم الانسان كله جنب بعضه، كله مشترك مع بعضه ومرتبط ببعض، لدرجه احيانا لما في مرض بيصيب عضو ياثر على اللي جنبه، لان في تواصل وفي تفاعل وفي تكامل مع بعضهم. احنا كده في الكنيسه، كل البناء مركبا معا، ينمو. عارف يعني ينمو؟ تخيل انت قدام بيتكم في حد بيبني عماره، فانت باصص من ساعه ما كانوا بيرموا الاساسات وشايف عاملين يطلعوا كل شويه دور كل شويه دور، فالمبنى ايه؟ بينمو. فكنيستنا بتنمو، الاساس هو المسيح. واحنا دلوقتي في الدور كام؟ احنا في القرن 21. شوفوا البرج ده بقى بيتبني بقاله 21 قرن، ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه انتم ايضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. احنا مسكن الله. كونوا انتم ايضا مبنيين كحجاره حيه بيتا روحيا. عشان كده في عبرانيين 3 يقول: اما المسيح فكابن على هنا بيقارب من المسيح موسى. الموسى خادم في الخيمه، اما المسيح فكابن على بيته، وبيته ايه؟ نحن. ان تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية. عشان كده المسيح، خلي بالكم، لما قال لهم انقضوا هذا الهيكل وأنا أبنيه في 3 أيام، كان يقصد إيه؟ هيكل جسد. الهيكل في العهد القديم كان خيمة، وبعدين اتعمل من الحجارة أيام مين؟ لا، أيام سليمان، أيام سليمان، وتهد وتبنى كتير أيام السبي وأيام نحمية وغيره. لكن اللي عمله المسيح هيكل روحاني. صحيح إحنا بنجتمع في كنيسة مبنية بالحجارة، لكن الكنيسة الحقيقية هي إحنا، الهيكل اللحمي. احنا اسمنا وبيته نحن، ان تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة الى النهاية. فاحنا الكنيسة بتاعت العهد الجديد هي الناس. كانوا زمان يقولوا ايه؟ طبعا تعرفين ابتدى بنى الكنائس بالمباني حلوة من ايام قسطنطين في القرن الرابع، يعني من ايام الرسل لغاية قسطنطين كانوا يجتمعوا في اي مكان، وخصوصا كان في اضطهاد، فكان يجتمعوا في المقابر، في الكهوف، في السراديب، في الصحراوات بعيد عن الناس، في بيوت. احيانا يبقى البيت فيه كده قاعه كبيره، في الصعيد يقول لك المنظره، يقعدوا فيها ويجتمعوا الناس ويصلوا ويعملوا قداس ويتناولوا. فقالوا: حيثما يوجد الأسقف هناك الكنيسة. أي حتة، لو اجتمع على شاطئ بحر واجتمعوا حواليه الناس ويصلوا، بقى دي الكنيسة. لكن بعد كده طبعا بقى في فرصة نبني كنايس، والكلام ده قرن رابع، مش حاجة قريبة، فبقى في تاريخ حلو لبناء الكنايس. في بعض العصور كانوا بيقفلوا الكنايس أو يهدموها والكنيسة شغالة،
يهدموا الكنائس والناس لسه بتصلي. يجتمعوا، المهم نجتمع عشان نصلي القداس على الأقل، أهم حاجة. عشان كده بيته نحن الهيكل اللحمي، وإحنا الأعضاء بهذا الجسد. عشان كده لو عايز تبني كنيسة بجد، هات واحد للمسيح بدل ما كان عايش في الشوارع، هاته ربنا. هو ده بناء الكنائس، أهم من أن احنا نبني كنائس مزخرفة، وإن كان ده طبعا مطلوب ومهم، لكن الأهم أن احنا نبني النفوس. شوفوا، في خبرة لازم نتعلمها، جايز الكلام ده للمهجر أكتر من هنا. لما الأقباط خرجوا المهجر ما كانش في كنائس، فتلاقي في مثلا عيلتين ثلاثة فيأجروا قاعة أو حاجة يصلوا فيها، ولما يجي كاهن البابا يبعته عشان يفتقد الناس دول، يجتمعوا في مكان يكون واسع عشان يصلوا، وبعدين يروحوا يلاقوا في كنائس في الشارع عندهم مقفولة، يدوروا مين صاحب الكنيسة دي، يعرفوا مثلا الطائفة الفلانية، يقول لهم ممكن نأجر منكم الكنيسة، يقولوا خدوها خدوها. أحيانا أخذوا كنائس حتى بدون فلوس. ليه؟ ما مش شغالة، مش شغالة، فممكن تتباع تبقى حاجة تاني، وممكن تبقى عبء على الطائفة ان هما بيصرفوا على الصيانة بتاعتها، لان هناك في قوانين اي مبنى قديم لازم تصونه، فبيدفع عليه مبالغ ضخمة وهو مقفول، فيقول لهم خدوه بس تصرفوا عليه. فبقى عندنا كاتدرائيات ضخمة جدا مبنية في القرون الوسطى ومن غير شعب. فبقى الدرس بتاعنا قبل ما ابني كنيسة ابني ايه؟ شعب. ليه بقى؟ لان الناس دول في يوم من الايام كانوا بيعرفوا ربنا، بدليل ان هم بذلوا اموالهم في بناء كاتدرائية ضخمة ومتجملة باحسن تجميل، بس للأسف ما خدموش ولادهم، فاولادهم لما طلعوا باعوا الكنيسة. فانا النهاردة لما اهتم ببناء كنيسة حلوة ومهتمش ببناء نفوس الاطفال والشباب، طب ما انا بعد كده هيبيعوا الحاجات دي، استفدنا ايه؟ عايز الكنيسة تستمر، ابنيها بناء حقيقية، مش الحجارة ولكن البشر. كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسة. إيه الكهنوت المقدس؟ هو طبعا الكهنوت كان موجود من أيام آدم، كون ربنا بيعلمه إزاي يعمل ذبيحة، وهابيل بيقدم ذبيحة، ده كهنوت. بعد كده مع الوقت بقى كل عيلة، كبير العيلة هو كاهن العيلة، زي في قصة أيوب لما كان بيعمل ذبايح نيابة عن أولاده. وبعدين أيام موسى، شوفوا بقى من أول آدم لغاية موسى ما كانش الحكاية متنظمة، كل بيت فيه الكاهن بتاعه اللي هو كبير البيت. أيام موسى ربنا قال له هننظم موضوع الكهنوت، هيبقى فيه سبت خاص بالكهنوت، هو سبت ايه؟ لاوي. ومن سبت لاوي ده في عيلة يبقى فيها الكهنوت وبقية السبت بيخدموا زي الشمامس. مين العيلة دي؟ هارون ونسل. فبقى في نظام اسمه كهنوت هارون. وايه نظامه ده؟ ان هو بيقدم ذبايح دموية. وتفاصيل الخدمة الكهنوتية بتاعت العهد القديم مذكورة سفر الخروج وسفر اللاويين. بعد كده ظهرت حكاية كهنوت ملكي صادق. ملكي صادق كان أيام إبراهيم، قبل لاوي وقبل هارون، بس قدم خبز وخمر، والقصة وقفت عند هذا الحد. ظهر كده فجأة في سفر التكوين وانتهت القصة، تقابل مع هارون، بارك مع إبراهيم، بارك إبراهيم، وإبراهيم اداله العشور، وأداء ملك صادق لإبراهيم خبز وخمر. الكلام ده أيام إبراهيم، يعني 2000 سنة قبل الميلاد. أيام داود 1000 قبل الميلاد قال النبوة
أقسم الرب ولن يندم أنك أنت الكاهن إلى الأبد على رتبة أو طقس ملك صادق. فهنا داود نبهنا أنه بيقول عن المسيح هيبقى كاهن. وبعدين النبوات بتقول المسيح هيجي في بيت لحم. بيت لحم ده سبط يهوذا. فإزاي يبقى كاهن ومن سبط يهوذا؟ ده الكهنوت من سبط مين؟ لاوي. ونسل مين؟ هارون. المسيح ما كانش من نسل هارون ولا سبط لاوي. ده من سبط يهوذا. إذن ده كهنوت جديد ولا بتاع هارون؟ إيه نظامه بقى؟ ملك صادق اللي هو الخبز والخمر. فأصبح هناك كهنوت مقدس اللي هو بتاع العهد الجديد. والموضوع ده بحثه بتدقيق معلمنا بولس في رسالة العبرانيين. وكان له نبوات في العهد القديم. يعني مثلا في أشعياء 61 يقول أما أنتم فتدعون كهنة الرب. ده بيتكلم كل بني إسرائيل هيبقوا كهنة إزاي؟ ده كهنوت في سبط هارون بس في نسل هارون. تسمون خدام إلهنا، تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتآمرون. ثروة الأمم هي إيه؟ ثروة الأمم مش فلوس، الدماغ. الأمم فيهم وثنيين، فيهم فلاسفة، فيهم علماء. دول لما يأمنوا بالله يبقى الثروة بتاعت الأمم دخلت في الكنيسة، العقول دي. عشان كده إحنا عندنا في كنيستنا القبطية، إحنا أصلا أمم مش يهود. فبقى في الكنيسة في ثروة من اللي كانوا فلسفة الوثنية وبقوا مسيحيين، وهم اللي ساعدوا ماري مرقس في تأسيس مدرسة الإسكندرية، وبقى فيه لاهوت نقي جدا من ثروة الأمم. ومرة تاني يتنبأ إشعياء عن الكهنوت اللي هيبقى في الأمم. قال ويحضرون كل أخواتكم من كل الأمم تقدمة للرب. أول مرة بقى الأمم هيجيبوا تقدمة للرب على خيل وبمركبات. على خيل وبمركبات معناها جايين جري من أماكن بعيد. بهوادج، عارفين الهودج؟ أيوة. بيبقى زي مركبة كده، زي أوضة فوق الحصان أو فوق الجمل راكب فيه الناس. وبغال وهجن. الهجن هي إيه؟ الحصنة، الهجانة، عارفين الهجانة؟ اللي هو راكب حصان. إلى جبل قدسي أورشليم، كلهم جايين. قال الرب كما يحضر بنو إسرائيل تقدمة في إناء طاهر إلى بيت الرب. تقدمة اللي هيقدموها لبيت الرب هي الخبز والخمر، وهيجوا من الأمم. وأتخذ أيضا منهم من الأمم كهنة ولاويين، كهنة وشمامس، قال الرب. عشان كده يقول معلمنا بطرس في رسالته وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. ما هي الظلمة؟ الوثنية والخطية. دعانا إلى نور العجيب، بقينا في مملكته. والكلام ده قاله المسيح لليهود، إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارة. يبقى في كهنوت جديد للأمم اللي هتعمل ثمر. وشرح دي معلمنا بولس، لو كان بالكهنوت اللاوي كمال، إذا الشعب أخذ الناموس عليه، يعني ناموس العهد القديم مبني على كهنوت لاوي، ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملك صادق ولا يقال على رتبة هارون؟ لو الكهنوت الأولاني ده كامل، ليه هيعمل كهنوت جديد باسم ملك صادق؟ وبعدين قال إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغير للناموس أيضا. هنا بولس الرسول قال الكهنوت اتغير ولا اتلغى؟ اتغير من إيه لإيه؟ من هارون لملك صادق.
من الدم بالسكينة إلى الخبز والخمر. لما حد يقول لك مفيش كهنوت في المسيحية، قل له جت فين دي؟ يقول لك المسيح هو الكاهن الوحيد وخلاص مش محتاجين كهن. تقول له المسيح كاهن ولا رئيس كهنة؟ ايه رأيكم؟ سارة العبرانيين بتقول رئيس كهنة، طب ازاي يكون رئيس كهنة هو الكاهن الوحيد؟ فيروح خارج من دي يقول لك ما كلنا كهنة. لا انت بتقول ما فيش كهنوت وكلنا كهنة، تبقى تيجي ازاي؟ مش كده؟ هنا بولس ما قالش الكهنوت اتلغى، قال اتغير. وبولس الرسول قال عن نفسه ان هو كاهن لما اقول حتى اكون خادما ليسوع المسيح لاجل الامم مباشرا لانجيل الله ككاهن ليكون قربان الامم مقبولا مقدسا بالروح القدس. هنا ككاهن يعني ايه؟ الكاف دي بتاعت ايه؟ تشبيه؟ بصفتي كاهن. كلمة ككاهن بصفتي كاهن، لما أقول لكم مثلا أنا كأسقف بقول لكم كذا، يعني بصفتي مش الكاف بتاعت التسبيح. زي ما نقول العذراء نمجدك كوالدة الإله، هوس أوتوكوس، يعني بصفة أنك كوالدة الإله. فهنا بولس بيقول أنا بخدم ككاهن بصفتي كاهن، وقال إن الكهنوت اتغير ما قالش اتلغى. وبعدين الكهنوت موجود في الكنيسة منذ البداية، واللي أسسه المسيح لما اختار 12 من وسط كل التلاميذ وسماهم رسل ونفخ فيهم الروح القدس وقال لهم من غفرتم خطاياه، ولما قال ما حللتموه على الأرض يكون محلوا في السماء، ولما التلاميذ نفسهم الرسل ضاع منهم يهوذا اختار واحد مكانه وحسب معاهم، ولما بعد كده حطوا قاعدة ان اللي يستشهد او يتنيح يعمل واحد مكانه. واحنا عندنا في مصر اول واحد كان مين؟ ماري مرقس. تاني واحد طب وال 118 بابا توادرس، يعني السلسلة ماشية. حدش يقدر يدعي ان احنا في عصر ما بدأنا الكهنة ده من ماري مرقس. طب يقول لك ما احنا برضو كلنا كهنة، لأن هنا لما قال كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا، يبقى كلنا كهنوتا مقدسا، يبقى كلنا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. لازم أفهم هنا أن في نوعين من الكهنوت، كهنوت عام ما بننكرهوش كلكم كهنة لأنكم بتقدموا ذبائح روحية، لكن ده ما يمنعش ان في كاهن اللي هو ابونا اللي مسؤول عن اقامة الاسرار في الكنيسة ورعاية الشعب. عامل زي ايه؟ لما يقول كلنا كهنة وملوك، ماشي يبقى كلنا ملوك، دي تمنع ان في رئيس للدولة وفي رئيس للوزارة وفي حكومة وفي محافظ وفي مسؤولين، تمنعش. اسلك كملك، السلوك الراقي بتاع الملوك، لكن تعترف ان في رئيس للدولة. اسلك ككاهن انك تقدم ذبائح روحية، لكن في الكنيسة كهنوت اسسه المسيح واستمر في الكنيسة من ايام الرسل لغاية النهاردة. هذه الذبائح الروحية اسمع مثلا في سفر هوشع يقول خذوا معكم كلاما وارجعوا الى الرب. قولوا له خذوا معكم كلام، يعني الذبيحة اللي هاخدها هي الصلاة، هاخد معايا كلام واروح لربنا ونقول له ارفع كل إث واقبل حسنا فنقدم عجولة شفاهنا. شوف التعبير، ايه العجل اللي هنذبحه؟ الشفاه بتتكلم بتقول صلوات، ذبيحة التسبيح. وفي ملاخي يقول من مشرق الشمس الى مغربها اسمي عظيم بين الأمم وفي كل مكان يقرب لاسم بخور وتقدمة طاهرة لأن اسمي عظيم بين الأمم قال رب الجنود. ومرة تانية يقول معلمنا بولس في روميا 12 فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة
حية مقدسة مرضية عند الله، اللي هي ايه؟ عبادتكم العقلية. هنا العقلية بمعناها ان انا فاهم اللي بقوله. وقال فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح، اي ثمر شفاه معترفة باسمه. لما بتقف تقول تسبيح انت بتقدم ذبيحة، ليكن رفع يدي كذبيحة مسيئة امام. مش كده وبس، في عبرانيين 13 يقول معلمنا بولس لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، توزيع على الفقراء، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. إذن في نوع من الذبائح، والكهنوت يعملوا كل المؤمنين بما فيهم الرجال والنساء، لكن أنت ما تقدرش تعمي الطفل ولا كبير، ولا تقدر تعمل قداس في البيت، ولا أنت تجوز بنتك كده بينك وبين نفسك، ولا لما حد يتوفى تصلي عليه في البيت وتروح تدفنه، ولا أن تدهن الناس بالزيت المرضى. دي أعمال كهنوتية. بس هنا لما ربنا عمل النظام ده مش عشان يميز فئة عن فئة، عشان يكلف الكهنوت بخدمة الشعب. نحن خدام، يقول لك عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، الأسقف والقمص والقس والشماس والإكليرس وكل الشعب، كلنا خدام، كل واحد بيخدم الآخرين بحسب ما أعطاه الله من موهبة، وبحسب ما ربنا اداله مكان في الكنيسة عشان نكمل بعض. لكن لو كان الكل زي بعضه يبقى ازاي هنخدم بعض؟ هل أعضاء الجسد كلها نوع واحد؟ كل الجسد معد، أو كل قلوب، أو كله دم؟ ما هو في أعضاء كثيرة، وفي أعضاء لها وظائف عليا بتنظم الجسم كله، لكن من أجل الجسم مش من أجل إيه؟ يعني المخ اللي جوه الجمجمة ده بينظم كل الأعمال البيولوجية للجسم، أي برجلة في المخ تبرجل الجسم كله. عشان كده ده مهم، وحاطينه جوه صندوق عظم ناشف عشان ما يحصلوش أي إصابة، ربنا عامل له حماية. وبعدين هل معنى كده أن المخ يحس أن هو أكبر وأعظم من كل الأعضاء؟ طب ما أنت معمول عشان تخدم الأعضاء. فهي دي فكرة توزيع الوظائف. كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. طبعا بيسوع المسيح معناها ما ينفعش نقدم حاجة للآب من غير ما تعدي على الاب. عشان كده في أبانا الذي في السماوات نقول بالمسيح يسوع ربنا. يقول معلمنا بولس في فيليبي استفيت كل شيء واستفضلت، امتلأت، إذ قبلت من أبافروديتس الأشياء التي من عندكم نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. واختم بالنص الجميل ده من بطرس الأولى 4، إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله. ليه؟ لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. آمين. لإلهنا المجد الدائم إلى أبد آمين.